أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما هو القول الراجح في وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ هل هو من حين خروج الإمام للخطبة أو أنها آخر ساعة بعد العصر، مع أن كلا الوقتين الشخص ليس قائما يصلي كما ورد في الحديث؟ الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وبعض العلماء يرى أنها من دخول الخطيب إلى أن تقضى صلاة الجمعة. ومعنى قوله قائما يصلي أن يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة، دعاء يسمى صلاة. قوله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها، وصلي عليهم أي ادعو لهم. نعم، فمعنى قائم يصلي أي قائم يدعو. نعم.